بعد انتهاء آخر جولة من المشاورات السياسية دون تحقيق أي اختراق في جدار الأزمة اليمنية. ها هي التحركات الدبلوماسية العربية تعود مجددا لإعادة المسار السياسي وفي طريق تبني موقف عربي جمعي لمناهضة الخيارات الأحادية التي فرضها تحالف الانقلاب خلال الأيام الماضية. أكد وزراء العرب في اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية أنه لا يوجد في اليمن سوى شرعية واحدة معترف بها في العالم أجمع تتمثل في الرئيس هادي وحكومته، ولأنه ليس من المقبول أن تأتي أطراف تدعي شرعية تمثيلها للشعب اليمني بأكمله، دعا الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط إلى احترام المرجعيات الأساسية وقرار مجلس الأمن والعدول عن الخيارات الأحادية التي قام بها تحالف الانقلاب بعد تشكيله مجلس سياسي. لم يقتصر الاجتماع على مناقشة المسار السياسي فحسب، فالحديث عن المشهد الميداني كان حاضرا أيضا في بيان الوزراء الذي أكدوا فيه ضرورة أن تفك الميليشيا حصارها عن المدن وأن تسمح بدخول المعونات الإنسانية العاجلة، وعلى اعتبار أنه لا يمكن الخروج من الأزمة إلا عبر دعم تنموي واقتصادي، جدد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي إلى توفير الدعم اللازم لتلبية الاحتياجات الضرورية للمواطنين في اليمن. بين الفينة والأخرى تحت شد التحركات السياسية والدبلوماسية لحلحلة تعقيدات المرحلة، ومع كل تحرك لتدارك الأزمة اليمنية يزداد تعنت الميليشيا ويبقى الحديث عن الحل السياسي في هذه الأثناء مجهولا إلى أجل غير معلوم.